وأعظم العبادة انتظار الفرج، وأعظم العبادة انتظار الفرج. أيها الفقير الفرج قريب، أيها المديون الفرج قريب، أيتها المطلقة الفرج قريب، يا تلك العانس الفرج قريب، أيها الأب المكلوم الفرج قريب، يا أهل سوريا الفرج قريب، يا أهل السنة ستنقطع البدعة، يا أهل التوحيد سيدعى إلى النار أهل الشرك، يا مظلوم سيأتي النصر والفرج. لا بد للليل أن يغادر بقوة نور الصباح، ولا بد للظلم أن يهاجر بقوة أنوار العدل والصلاح، لا بد لا بد أن يأتي فرج الله، فقد وعدنا الله تبارك وتعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. يا من نزل بك العسر قل يا الله أريتني ألم العسر ووعدتني باليسر، اللهم فعجل به. ناجي ربك وأنت على يقين، الذي وعد هو الله والله لا يخلف الميعاد، وقد وعدك الله أن الفرج أقرب إليك من طرف عينك ومن نفسك، قريب جداً، لأن الذي وعد هو الله. من هو الله؟ هو صاحب القدرة المطلقة، هو الذي ينفع، وهو الذي يعطي، وهو الذي يعز، وهو الذي يهدي، وهو الذي يقدم، وهو الذي يمنح، وهو الذي يغني الفقراء، وهو الذي يعدل بين خلقه، وهو الذي يكفيك شر مؤونة الدنيا وما فيها، الله جل وعلا. وقد وعدك وقال إن اليسر قريب، اللهم فعجل بيسرك على عبادك.